بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، الباء، الحديث التاسع، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. عندك في؟ في في؟ اي في؟ عندي في. فقام وسطها. عندي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: عن سمرة ابن جندب وجندب قال رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا هو الحديث التاسع من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت كتاب الجنائز، ومر معنا جملة من الأحكام التي تتعلق بالحديث السابقة، سواء فيما يتعلق بحمل الجنازة وحقوق الجنازة، وفيما يتعلق بالتكفين وغيرها من الأحكام. وذكرنا أيضا بعض الآداب فيما يتعلق بزيارة المريض وغيرها مما يغني عن الإعادة. قال هنا رحمه الله: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. في هنا يصلح أن تكون ظرفية، ويصلح أن تكون تعليلية، بمعنى ماتت في نفاسها يعني وقت نفاسها، في مدة النفاس، أو في نفاسها بسبب نفاسها يعني بسبب الولادة، لأن في تأتي بمعنى السبب التعليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، يعني بسبب هرة، في هرة يعني بسبب هرة. فهنا يصلح أن تكون في بمعنى السبب بسبب نفاسها يعني بسبب الولادة، ويصلح أن تكون في وقت النفاس يعني توفيت وهي في حال النفاس. ولا مانع أن ننبه إلى مسألة يبحثها الأصوليون، وهي الأوصاف التي تأتي في الأحاديث، سواء في أوصاف الرواة أو في أوصاف الذين وقعت منه الأحداث، أو في بعض الأزمان أو الأوقات، لأن بعض هذه الأوصاف تؤثر في الأحكام وبعضها لا تؤثر. مثلا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع في نهاية رمضان، فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. جاء أعرابي ثائر الرأس يقول: هلكت وأهلكت، وقعت في أهلي في نهاية رمضان. فهناك أوصاف في هذا الأعراب، في هذا الذي وقع منه الحادث، بعضها مؤثر وبعضها غير مؤثر. فكون أعرابي ما يؤثر، الأعرابي أحضر واحد، فالوصف أعرابي لا يضر. كون ثائر الرأس ما يؤثر،
سواء كان هادئ أو كان ثائر أو كان أضبان أو كان يعني ما فالوصف هذا لا يؤثر بالحكم. وقال جامعته في نهاية رمضان، الجماع مؤثر، وبعض العلماء يقول لا غير مؤثر. ما معنى غير مؤثر؟ يعني ليس الوصف الجماع المؤثر، وإنما الإفطار حتى ولو أكل وشرب. فبعض الميران ما دام أنه أفطر فعليه كفارة، فيرى أن الجماع وصف غير مؤثر. طبعا هنا لا أتكلم عن التفصيل الموضوع، بس أنبه إلى أن الأوصاف أحيانا لا تؤثر وأحيانا تؤثر. فمثلا هنا في قول في نفاسها، ما النفاس ما مؤثر. لو مراتت امرأة ليست في النفاس، في حيض أو في طهارة أو عجوز يائسة أو امرأة لم تحيض أصلا، ما مؤثر. فلكنها ذكر من باب دقة النقل، من باب دقة النقل. وأيضا قد يكون بسبب النفاس كما قلنا أو في فترة النفاس. وأيضا على امرأة، هل الوصف المرأة مؤثر أو غير مؤثر؟ بعضهم يقول غير مؤثر، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقام في وسطها. بعض العلماء يقول لا أنه مؤثر. ما معنى مؤثر؟ يعني لو كان رجل، لا الرجل يكون يصلي عند صدره أو عند رأسه، يقف الإمام عند صدره أو عند رأسه. وإذا قلنا أنه غير مؤثر يكون يصلي عند وسطها، سواء كان رجلا أو امرأة. وصحيح أنه مؤثر، المرأة مؤثر، لأن الرجل جاء في أنه كان يصلي عند صدره أو حتى عند رأسه، وأنه يصلي عند وسطها أستر لها، حتى يكون الخلف الإمام يستر المرأة عن المصلين الذين يصلون خلفه. ولهذا قال بعضها أنه وأصلى أو عند عجيزتها، عند عجيزتها حتى يستر على الجزء هذا لا يراه المصلون الذين خلف الإمام. المقصود أن المرأة في حال الجنازة والصلاة أن الإمام يقف وسطها. عندنا وسط وعندنا وسط، لغة عربية وسط ووسط. وسط هي التي بمعنى بين، بمعنى جلست وسط الحلقة، يعني في الوسط. والوسط لا، بمعنى لا 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 وسط الشيء، وسط الصف، ولا وسط المنطقة. فالوسط بالتحريك بمعنى بين الطرفين، والوسط بالإسكان بمعنى بين، بمعنى يقع في بين شيئين. وهنا فقام وسطها، قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، بمعنى أن الإمام يقف في منتصف الجسد المرأة، ولا سيما من مما يلي كما يقول العلماء وفي بعض الروايات عجيزتها، حتى يستر ما يراها من خلفها، من خلفه، خلف الإمام. والرجل يقف الإمام في جنازته عند صدره أو عند رأسه. نعم. الحديث العاشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وهذا الحديث العاشر يتعلق بال أيضا هو يتعلق بأحكام الجنائز، لكن يتعلق ب النعي أو الندبة أو النوع الحزن أو التأثر الذي يكون لدى
أقرباء الميت. ولا شك أن الموت مصيبة، والله سماه مصيبة. أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر إن ترك شهادة بينكم فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة لا شك. وعموم قول عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة، طبعا هنا لا عامة، آية البقرة الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله، هذه عامة. لكن اللي في سورة المائدة لا، أصابتكم مصيبة الموت، ولا شك أن الموت مصيبة. الموت مصيبة ويعني فجيعة، ويتأثر كل من حول الميت سواء من أقاربه الأقربين والبعدين ومن أصدقائه ومن كان له فعله به علاقة عزيزة يتأثر، بل حتى أحيانا بعض الأصدقاء والمعارف يتأثرون أكثر من بعض الذين هم أقرب إلى الميت. فلا شك أن الموت مصيبة، ويصيب صاحبه حزن، بمعنى قريبه القريب ومن حوله يصيبه حزن شديد وبكاء شديد وتأثر، وقد يطول وقد يقصر كما هو معلوم، قد يوم يومين وقد يمتد إلى أكثر من ذلك، وقد يكون كلما ذكر تأثر وهاج ونحو ذلك. وهذه طبعا طبائع بشرية، والله الله أشياء يعني وضعها الله في البشر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما مات ابنه إبراهيم ومات بناته بكى جدا، حتى يعني فقال إن هذا شيء وضعه الله في بني آدم، وأن القلب إنما يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء حال الوفاة والحزن يعني لا 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 إشكال فيه، ولا يلام عليه الإنسان أن يحزن وأن يبكي وأن يعني تدمع عينه وأن يعني يظهر عليه أثر الحزن، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في ما ذكره في هذا الحديث، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بما يعني أرجو بما يكفي بإذن الله. فهو يقول عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. إذا عندنا ثلاث حالات وثلاث يعني أوضاع تظهر على من يتأثر بوفاة المتوفى: الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، صالقة. وقيل إن الصاد هنا أصلها سين سالقة، ومن قول عز وجل سلقوكم بألسنة الحداد. ومعلوم أن السين والصاد تتبادلان، حتى صراط تقرأ صراط في قراءة، صراط المستقيم الصراط، فالصاد والسين تتبادلان بمعنى تحل إحداهما محل الأخرى. فالصالقة أو السالقة بمعنى من الصوت ورفع الصوت، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ملابسها وجيبها. سنفصل في هذا. أما الأولى الصالقة، كما قلنا الإنسان يحزن إذا مات الميت، وهذا لا إشكال فيه، وإنما هذا مما جبل الله عليه بني آدم أن يحزنوا وأن يبكوا وأن يتأثروا وأن يطول هذا الحزن ويقصر على حسب حال الميت وعلى حسب حال القريب، رقيق المشاعر، منزلة المتوفى إلى آخره، وأمور تعرفونها يتفاوت فيها الناس من حيث التأثر شدته وطوله، من حيث شدته وطوله. وهذا لا إشكال فيه، أن تحزن وأن تبكي وأن يعني يصيبك نوع من اللاشك، هذا لا إشكال فيه. إنما الممنوع هو
أن يتطور أو أن يصحب هذا الحزن أشياء ممنوعة منها هذه الأشياء. أولها الصادقة. الصادقة هي يعني التي ترفع صوتها طبعا سواء كان رجل أو امرأة، لكن حيث إن الأغلب هو في النساء جاء 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 الوصف مؤنث الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، بمعنى إذا أصيبت مصيبة من خاصة سواء من توفى لها قريب من أمها وأبيها وابنها وبنتها وأختها أو نحو ذلك من العزيز عليها، ترفع صوتها بكاء وتندب وسنداه من لغيرك، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، وظهراه وسداه وتخلينا لمن وتخلينا لمن وإحنا ضعنا، هذا لا يجوز بأي حال. هذا يدل على الجزع ويدل على عدم الرضا وعلى عدم الصبر. أما إنسان يحزن ويبكي ويشعر بفقده، هذا طبيعي، كل بني آدم كذلك، ويتفاوتون كما قلنا في القوة والشدة وفي طول المدة. لكن الممنوع هو أن رفع الصوت بالندبة والنعي وذكر محاسن الميت بشكل مزعج، و التي تدل على الجزع وعدم الصبر. لماذا؟ سأتكلم عن لعلي أتكلم الآن عن الآثار. الآثار في هذا، أولا هي تدل على التسخط التي تصدر من هذه الألفاظ. وأولا عن يتكلم عن الثلاثة الأولى، الصالقة رفع الصوت، والحالقة وهي التي إما تحلق رأسه أو حتى تمزقه، التي تجزع وتمزق شعرها، هذا لا يجوز بأي حال، لأن هذا جزع وهذا عدم صبر وعدم رضا. أو تشق جيبها، هذا مصيبة الشاقة، هذا لا يجوز. أما أن يبكي وتدمع العين ويحزن ويعني يظهر عليه، إما لا إشكال في هذا، لكن إنما يؤاخذ الله باللسان وباليد، ترفع صوتك أو تلطم أو تطلب الخدود أو نحو ذلك، هذا لا يجوز بأي حال. وسيأتي معنا أيضا الحديث في لطم الخدود، هو حديث المسعود، ليس منا من ضرب الخدود وشق القيوب والجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا كله من دعوى الجاهلية، كل هذا من دعوى الجاهلية. والشاقة كما قلنا تشق جيبها عند مصيبة، والجيب هو الفتحة التي في الثوب ويدخل منها الرأس، الجيب هو الفتحة التي في الثوب ويدخل منها الرأس سواء كان في الرجال أو في النساء. فنسأل الله السلامة، أحيانا جاء إنسان يشق جيبه، حتى الرجال أحيانا حتى إذا حزن أو جزع أو حتى أصابته مصيبة حتى غير وفاة، لو يخسر ماليا أو يخسر أشياء يشقه، هذا لا يجوز بأي حال. لماذا؟ كما قلنا، أولا هذا فيه تسخط على الله عز وجل، بمعنى أنك لم ترضى بما قدر الله عز وجل، والله عز وجل هو الحكيم. والمؤمن كلما قوي إيمانه رضي بما يقدر الله عز وجل. لماذا؟ لأن إيمانك من إيمانك أنك مؤمن إيمانا قاطعا أن الله له حكمة فيما قدره وفيما أجره. فإظهار هذا الجزع يدل على أنك متسخط على ربك، وأنك لم ترضى بأقدار الله، ولم ترضى بما أجره الله عز وجل من حكمه سبحانه وتعالى. وأيضا يدل على عدم الصبر،
ومعلوم الصبر من 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 أعظم مقامات العبودية. الصبر من أعظم مقامات العبودية. يعني ينبغي أن 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 تعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا رزق العبد الصبر دل على 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 عظم منزلته عند ربه. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا بغير حساب؟ لأن الصبر قلبي، والصبر يعني تفاوت الناس، تفاوت الناس في الصبر يدل على عظم منزلتهم وعلى عظم ما يعمر صدورهم وقلوبهم من إيمان. بقدر ما تكون قوي الإيمان يظهر عليك الصبر العظيم. مع أن الصبر طبعا كما معلوم الصبر هو في 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 ثلاث في في على ثلاث على على ثلاث أمور، ولا مع أن نوضح هذا حتى تعرفوا الصبر. صبر على طاعة الله، وصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. وهي إذا فهمت هذه الدرجات أو هذه الأنواع أدركت فعلا الصبر. صبر على الطاعة، لأن الطاعات يعني لا يقوم بها على وجهها ولا يلازمها ويلتزم بها على حسب ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أعانه الله بالصبر. الله يقول وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فكل العبادات تحتاج إلى صبر، وكلما كان صبرك أقوى كنت في الطاعة أكثر وألزم وأنظم وأثبت. فإذا هذا صبر على الطاعة. الصبر عن المعصية، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فالمعاصي فيها إغراء، وفيها يعني يبتلي الله بها وتجد النفس ميول للشهوات ولا سيما المحرمات، ولهذا تحتاج إلى أن تصبر عنها، أن تصبر عن الشهوات المحرمات. والصبر الثالث هو اللي هنا، الصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك طبعا الدنيا مليئة بالمصاعب في المال وفي النفس وفي الأولاد وفي الأحوال، في كثير كثير كثير، في الأقدار، في الوظيفة، في العمل، في الدراسة، في كل أحوال كثيرة. والله يقدر ما يقدر لحكمته. فأنت تحتاج أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معصية الله، وأن تصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا هو الذي نتحدث عنه الآن. إذن الذي تصدر منه أعمال تدل على الجزع هذا يدل على أنه لم يصبر، وأنه أتى بما يناقض الصبر. أيضا الأعمال تضر، تضر حتى ماديا. الذي يلطم خده أو يضرب صدره أو يضرب ظهره أو يضرب أجزاء من جسده أو في يخمش وجهه أو نحو ذلك، مضر، مضر جدا، نسأل الله السلامة. وأيضا
غالبا مع الأسف الذين يظهرون الجزع بالكلام أحيانا يدعون على أنفسهم، يا ويلاه يا مال ولا ملي من ما وقد يدعو على نفسه، فيدعو على نفسه بالولي والثبور صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى في فساد مالي إذا كان تقطيع الثياب وغيرها، وأحيانا يكسر أشياء ولا يرمي بال، هذا كله يدعو على الحمق مع عدم الرضا وعدم السخط وعدم الصبر. أيضا في كذب، أحيانا يعدد محاسن الميت غير صحيح، وهذا كذب. لكن أهمها الأولى التسخط على أقدار الله وعدم الصبر يعني عدم الرضا عن الله عز وجل. إذا كان كذلك فهذا يدل على أن كل هذه الأشياء محرمة. بعضهم قال أنها مكروهة غير صحيح، بعض العلماء قال أنها يكره فعل الصالقة والحلقة وإلا صحيح حرام حرام، بل أحيانا قد يصل إلى الكبيرة، لأن في حديث مسعود أنا بريء أو ليس منا، وأنا أو بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلقة والصالقة إلى آخره. فالبراءة وليس منا هذه يعده العلماء من الدلائل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. وهذه كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الدعوة بدعوة الجاهلية، والجاهلية يعني غير ملة أهل الإسلام. الجاهلية يعني كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية كله، ولهذا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب كلها من الأعمال الجاهلية. ولهذا فالقرآن جاء الجاهلية في أربعة مواطن: حكم الجاهلية و أربعة حكم الجاهلية وحمية الجاهلية و باقي اثنتان حكم الجاهلية معروف الحكم غير ما أنزل الله، وحمية الجاهلية العصبية، حمية الجاهلية و في سورة آل عمران الجاهلية في على كل الناس استحضروها معي، هي أربعة: حكم الجاهلية وحمية الجاهلية و تأتي إن شاء الله. المقصود أن 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 كل ما خالف الإسلام هو جاهلية عصبية وغيرها. نعم. الحديث الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقالت أم سلمة وأم حبيبة: أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك شر إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث الحادي عشر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اشتكى يعني مرض فيها، وهذا في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، طبعا
النساء عنده، بعد أن تعرف المريض يكون عنده، وأحيانا يأتون بما يسلي، يأتون بما يسلي من باب يعني تسلية المريض، فلما اشتكى يعني اشتكى المرض، فذكر بعض نسائه وذكر أنه اللي هم أم سلمة وأم حبيبة. أم سلمة وأم حبيبة طبعا كانت هاجرتا إلى الحبشة مع أزواجهم، لأن أم سلمة كان لها زوج وتوفي فأخذ تزوجها النبي بعده، وأم حبيبة كذلك أيضا كان لها زوج وأيضا النبي تزوجها بعده. أم سلمة وأم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت هاجرتا إلى الحبشة الهجرة الأولى، مسلمتين كانت مسلمتين. فمن باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض عليه الصلاة والسلام تكلموا في عن الكنائس، كنيسة اسمها ماريا، الكنيسة ماريا، وماريا معناها مريم طبعا كما علم باللغة غير العربية. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرى الحبشة يعني مهاجرتين، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير هنا معطوفة على حسن وليس على من، تلاحظوا، فذكرتا من حسنها وتصاويرها. التصاوير طبعا مجرورة لكنها بالفتحة لأنها من صيغة منتهى الجموع، وهي مجرورة بالإضافة يعني حسنها وحسن التصاوير، وليس من حسنها ومن تصاويرها، لا يعني حسنها وحسن التصاوير فيها. فالجار للتصاوير هو المضاف، أجرة بالإضافة وأجرة بالمضاف على خلاف النحويين، ما هو الجار، هل هو الإضافة أو هو المضاف أو حتى تقديرها في جر معروف يعني. فالمقصود أنها فذكرت من حسنها وتصاوير فيها. كما قلنا أن الزوجات رضي الله عنهن يريدن أن يدخلوا السرور على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحديث عن أشياء رأيناها حينما في الحبشة والأشياء، وأيضا من لطائف استنباطات الحافظ بن حجر يقول فيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب. يعني لما تذهب في سياحة ولا في زيارة وتعجبك أشياء في البلاد التي ترى، لما أن تتحدث لإخوانك والله رأيت أشجار جميلة ولا رأيت مناظر جميلة ولا رأيت كذا ولا بحر وكذا، لما أن. فالحافظ الحجر يقول فيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب. فأم سلمة ومحمد رضي الله عنهما أرادوا أن يسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ما رأوا في الحبشة من عجائب، ومنها أعجبوا بما في الكنائس من صور، صور وتماثيل، تماثيل وصور جميلة ومعبرة كما يقال إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي مع أنه كان مريض ومرض الموت لكنه كما يقال ما فوتها، يعني ما أراد مجرد أن إعجابكم هذا، لا، فقال فرفع رأسه، مما يدل على أولا على يعني عليه الصلاة والسلام حرصه على أمته وحرصه على حفظ الدين وعلى حماية التوحيد. فرفع رأسه مع أنه مريض ومرض شديد وهو المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وقال أولئك أو أولئك إذا كان يخطب النساء، أولئك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
إذن هذا 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 وجه إيراد الشيخ للحديث في الجنائز، وهو أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أن يوضع القبر في المسجد، ولا يجوز أن يصلى إلى القبر. ولهذا اتخاذ القبر مسجد يكون بعدة أمور. اتخاذه مسجد إما بالسجود عليه مباشرة، بعض الناس يسجدون عند القبور، هذا لا يجوز طبعا، بل هذا شرك مخرج من ملة. السجود عند القبر أو الصنم يخرج من ملة، فمن سجد فقد اتخذه مسجدا. ومنها أيضا أن يجعله قبلة، من صلى إلى القبر فقد اتخذه مسجدا. ومنها البناء، أن يبنى على القبر مسجد، وهذا لا يجوز. ولا يجوز الإنسان أن يوصي أن 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 يبنى أن يبنى على قبر مسجد، هذا لا يجوز. ولو أوصى لا يجوز أن يؤخذ بوصيته، لأن يا إخواني حينما يوصي الموصي ينبغي للقاضي والمسؤول أن ينظر إذا كانت الوصية صحيحة ينفذها، إذا كانت غير صحيحة لا ينفذها. فلو أن غنيا من الأغنياء أو أحد قال هذا المبلغ قبري ابنوا عليه ووضعوا مسجد، لا تنفذ وصيته، لأن وصية باطلة. وهذا من اتخاذ القبور مساجد. وأيضا دفن القبر أو دخل المسجد، هذا أيضا هذا من اتخاذ القبر مسجد. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. طبعا لا 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 الوسائل الشرك كثيرا ما تكون عن طريقين، عن طريق الغلو في الصالحين، وعن طريق التصوير، الصور والتماثيل غالبا هذه هي التي تجر إلى أن يقع من يقع في الشرك. فالغلو في الصالحين بمعنى رفعهم فوق منزلتهم، واعتقاد أن لهم من الخصائص والقدرات وعلم الغيب، وهذا كله هذا غلو، أو أنهم لهم يعني يعطوا الخصائص، هذا غلو، ويؤدي أحيانا قد يؤدي إلى الشرك بالله، وقد يعطى أو يعطى شيء من خصائص الله فيقول إنه يعلم الغيب أو يدعي علم الغيب. هذا الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فأحياء الغلو في الصالحين وفي الأولياء وفي يقود إلى الشرك بالله عز وجل، وأن يرفع فوق منزلته حتى قد يسأل من دون الله عز وجل. وهذا حصل مع أسف، أنهم تجدهم يسألون صاحب القبر ويطلبون منه النجدة، ويطلبون منه النجاح، ويطلبون التوفيق، ويطلبون مثلا أن يوفق بين الزوج والزوجة، وأن يوفق كذا وكذا، وأن يحفظ المزرعة. هذا كله لا يجوز، هذا حق الله وحده، وسؤاله هذا كفر وشرك. أن تسأل غير الله أن 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 يمنحك أو يعطيك صحة أو يرد مالك أو يرد غائبك أو أن يحفظ مزرعتك أو يحفظ بستانك أو يحفظ مالك أو دكانك، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذا حق الله وحده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حرصه
أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما تحدثوا تحديث تسلية، يعني أعجبوا بالكنيسة بجمال صورها وحسن تماثيلها ودقة الفن كما يقال فيها إلى آخره. لكن رسول الله رفع رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا غلو. قال: ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أشكال هذا يدل على أن هذا حرام وأنه لا يجوز، وسيأتي لنا التكمله في الجزء القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.